وهنا نعاود نحب نذكر اكثر يعني اللي يعانيو اكثر هما الناس اللي عندهم يبانوا انثويين اكثر وعندهم الجست نعم، انثويه ربما اكثر. حركات أنثوية، نعم، أو فوالا تصرفات اكثر أنثوية. هذوما اللي راهم مضطهدين اكثر، وخاصه المتحولين، نوع متحولين النوع الجنسي، نعم، يعني اي متحولين واحد يكون جنسيا، مار نعم. والاخر. كاين في واحد من عندها مده في الجزائر، كان في واحد من زملاء المدونين هناك، كان كتب، كان زاير الجزائر العاصمه، وكان مار في المركز، في وسط البلد، وكان شايف 3 أشخاص يتضربوا في شاب صغير، وحتى واحد ما حايب يدافع على هذاك الشاب الصغير انه ينجيوه. كي واحد تقرب وقال خلاص وقفوا شكو تعملوا الاخر، قال له اسكت اسكت، هذا يا بالجزائري نقولوا نقش، يعني هي مسبه ديجا ومعناها شاد جنسيا. نعم. هذاك الشخص اللي حب باش يدخل وينقذ او ينجي الولد المضروب، قال خلاص ما لازيدوا نكملوا عليه، وسحب حاله والناس كلها تتفرج ويتضربوا فيه. يعني هذا مثل من نعم الامثله اللي حاله. نعم واحد كاينه واحده اخرى من البنات اللي في المنتديات اللي نعرفوها، كاين منتديات عندنا في الجزائر ونتلاقاو ونتكلموا على نعم الاشياء تاعنا. يوم الايام تبعت اخر رساله لها وتقول انه بصف هكا باختصار انه عييت من هذه الحياه ومن هذه الدنيا، نقول لكم بقاو على خير، يعني مع السلامه. وهو عندها الاخ، ايام من بعد سمعنا انه البنت كانت قتلت نفسها، عندها اخ تاعها شرطي وعنده السلاح تاعو جابو للبيت، رفدت السلاح تاعو وقرص طخت حالها نعم بنفسها. يعني هاي ليك الاخر تبدا من كاين من الاضطهادات والضرب والتشنيع وحتى القتل في بعض الاحيان، لانه كاين اشخاص كثيره عندنا نعم في الجزائر او في تونس ولا في المغرب ايضا، كاين امثله بزاف اللي قتلوها وما كاش اي نعم بحث من بعد. في الجزائر في عندها سنتين في العيد الكبير اي عيد الاضحى، نعم واحد من في وسط الجزائر العاصمه اللي في باب الواد قتلوه، سابوه في البيت تاع اخته، دخلت على 5 تاع الصباح رجعت من العمل، لقاته غارق في الدم تاعو، يعني الشخص كان مذبوح في يوم عيد الاضحى. نعم، والشرطه يعني للأسف هناك العديد من هذه الحالات التي توثق، ليس فقط في الجزائر ولكن في دول عربية أخرى وحتى دول أفريقية كثيرة. يعني أكيد أنت ملم بهذا الموضوع لأنك تعمل على هذه المنطقة. ربما تعليق من فاطمة قبل أن ننتقل إلى بيروت. عندما سمعت هذه القصص في السعودية بسبب الرفض الاجتماعي بشكل عام، لا نسمع حتى عن هذه القصص، لا نسمع أن هناك مثلية، لا نسمع أن شخصا قتل نفسه، لا نسمع أن شخصا يعاني، لا نسمع أن شخصا يريد أن يغير حتى جنسه أو يريد أن يعيش حياته المثلية، لا نسمع عن ذلك تماما، مهمش وغامض ومكبوت كأنه لا يقام فقط. نعم، إلى بيروت. بيرتو، يعني هناك صورة عن لبنان بأن المجتمع اللبناني هو ربما متحرر بعض الشيء، وبأن المثليين يعيشون بنوع من الحرية النسبية. هل هذا صحيح؟ صور لنا الوضع اليوم. الوضع اليوم ببيروت اوكي مزبوط، انا في بيروت هي واحدة فيها شوية حرية، لانه هي طول عمرها بيروت كانت بلد فيه حرية بالنسبة للدول اللي حوالينا. بس اذا بنطلع بس 5 دقائق برات بيروت المجتمع بيتغير، والعيال بتلعب دور اكبر من الحرية الموجودة ببيروت. بس كمان المجتمعات بتفرق حتى بقلب بيروت، بقلب الاحياء تبع بيروت. في ناس محافظة وفي ناس متحررة،
بس ان جنرال في ضغط كتير كبير، وفي قانون كمان ممكن يستعمل بحياة للحظة ضد ال جي بي تيز. ضد المثليين والمثليات والمتحولين. مظبوط نعم مظبوط. وهذا القانون تطالبون إذن بإلغائه منذ سنوات، كل الناشطين يعني كان في مجال حقوق الإنسان أو في مجال حماية المثليين، لأنه هو قانون قديم عمره من عمر لبنان، يمكن قانون من وقت الانتداب الفرنسي، ويلي هو منه متعرض للمثليين كمثليين، إنما هو متعرض لكل شيء حرية جنسية يعني. وهو ضد بيسموه ضد الجنس الخارج عن الطبيعة، ف مش مفهوم شو هو، وعم بيستعمل نعم. لأنه واسع، منه مطبق على بعض الحالات. نعم نعم. فمشان هيك نحن بنفضل أنه ينقام. نعم. كانت لديك الشجاعة الكافية يعني للظهور بوجهك، ولكن هذا ربما نتيجة عمل طويل على نفسك، على محيطك، على مجتمعك. هل أنت يعني اليوم مرتاح كمثلي في بيروت، تعيش في بيروت؟ لأنه كما قلت يعني الوضع ربما يختلف إذا ذهبنا شمالا أو جنوبا، يعني وضع بيروت خاص بالنسبة للمناطق اللبنانية الأخرى. بصراحة ما واجهت ولا نهار مشكل خطير مثل بعض الدول الباقيين اللي حوالينا، وبتمنى أنه ولا نهار نوصل لهالمرحلة من التشدد، إنما نكون عم نشتغل لتوعية المجتمع، للتقبل الآخر، للانصهار الكامل بالمجتمع، لنقدر نفيد ونستفيد من المجتمع اللي نحن بننتمي له. نعم شكرا لك. إلى عزة سلطان في السودان. عزة، أنت يعني متزوجة من امرأة، تزوجتي في جنوب أفريقيا، هل تحلمين ربما بتأسيس، بما تحلمين؟ أنا على المستوى الشخصي يعني أحلم بالاستقرار، أحلم أن أعيش حياة طبيعية مثل أي شخص آخر. وعلى المستوى العام أحلم أن يعيش كل مثلي أو مثلية أو متحول أو جنس أو متزوج حياة طبيعية، وما يكونوا محتاجين انه حتى يفصحوا عن ميولهم الجنسيه او هويتهم. يعني انا بالنسبه لي مش الافضل انه الناس توصل مرحله انه كل مثلي ومثليه يمكن ان يعبر ويفصح عن هويته. انا بالنسبه لي الوضع الامثل انه كل شخص اذا كان هو مغاير جنسيا او مثلي جنسيا يكون عنده الحق انه يفصح او لا يفصح، وان لا يكون الافصاح ده هو سبب فإنه يتعرض للقهر أو القمع أو التمييز. بشكل عام ألا تأملين مثلا بالظهور بوجهك مثلا؟ الحقيقة يعني موضوع الظهور والخروج إلى العالم في مجتمعاتنا هو موضوع له حسابات كثيرة جدا. أنا كثير من أصدقائي يقولون أنني يعني ظروفي الشخصية تسمح بأن أظهر إلى العلن وأن أواجه المجتمع وأواجه الأهل وإلى آخره. صحيح هذا قد يكون يعني يمكن لحد ما صحيح، ولكن أنا يعني أعمل مع أعداد كبيرة جدا من الناس من خلال عملي في جمعية بداية، وهم يأتون إلينا لأننا نوفر لهم المساحة الآمن للحديث والتواصل والعمل. نعم. وأنا أعتقد أن ظهوري قد يسبب في مشاكل أمنية لكثير من الناس، ولذلك إذا كنت أحافظ على سريتي فإنها نعم. أحافظ عليها في المقام الأول من أجل الآخرين. نعم. وكلمة قبل أخيرة ربما من يحيى. يحيى، بما تحلم أنت؟ ديكريميناليزاسيون أو عدم يوقفوا تجريم المثلية في كل المنطقة. وكنت حابب أيضا نزيد شيء على وش قالوا بيرتو، ولا ممكن على لبنان. نعم، على بيروت. إنه بيروت قلتي هي ممكن إنه بيروت تكون بصفة أو صفات هي أأمن من المقارنة كنقارنه بالنسبة للدول الجوار وكلها، ولكن كاين أشياء كثيرة تحدث في بيروت أيضا، ترانسفوبيا والتحرشات اللي راهي توقع للنساء أيضا، والتعنيف ضد النساء وأيضا ضد الجيز.
كاين اشخاص اللي هنا في بروكسل نعرفهم، وكاين شخص ايضا من لبنان اللي خرجناه من لبنان اللي كي يجي يطلب لجوء هنا في بلجيكا. نعم. لانه العائله تاعو راح تقتلو وهو من بيروت. نعم. يعني شكرا شكرا لك يحيى، شكرا لك كذلك بيرتو، اشكر عزة من القاهرة وفاطمة معنا هنا في الاستوديو، اشكركم فعلا على جرأتكم جميعا للمشاركة في هذا البرنامج، وادعو مشاهدينا للتعليق عليه على تويتر هاشتاغ حدث 24 او زيارة موقعنا او صفحتنا على موقع فيسبوك حدث ولا حرج. اشكر سارة ابو بكري في غرفة الهندسة والاخراج والفريق العمل معها اليوم، شكرا. شكرا وإلى اللقاء.